أحبتي صغار، السلام عليكم، مرحبا بكم في حصة جديدة من حصص اللغة العربية من كتاب المفيد في اللغة العربية للمستوى الأول ابتدائي. أحبتي الصغار، اليوم إن شاء الله لدينا حصة الكتابة. إذا عندنا حرف النون وحرف العين، جميل. إذا أحسنتم، إذا قبل ما نبدأ الحصة ديالنا، اللي ما مشتركش عندي في القناة اشترك، فعلوا زر الجرس، كذلك إذا خليوا لي جيم هذا الفيديو هذا. ما فهمتوا شي حاجة أو عندكم شي سؤال فخليوه لي في بلاصة التعليق، فأنا أكيد أحبتي الصغار كنقرأ جميع التعاليق ديالكم. إذا جميل، إذا على بركة الله غادي نبداو الحصة ديالنا. إذا ألاحظ مسار الحرف ثم أكتب، ألاحظ مسار الحرف، المسار هو هذا، كيبدأ من هنا لهنا، إذا هذا هو المسار، ثم أكتب ومن بعد نكتبه، جميل. إذا هنا عندنا حرف النون، كما كتشوفوا معايا المسار ديالو كيبدا من هنا حتى لهنا بهذا الشكل، بهذا الشكل، جميل. وهنا عندنا حرف العين، كنديرو هكا، نبداو من هاد الجهة وغنتبعو هاد السهم هذا وهاد الشيء ثم هاد الشيء إلى الأخير، جميل. وهنا عندنا حرف العين، كنبداو من هنا ثم هادي هك، إذا هك بهذا الشكل، بهذا الشكل، جميل. إذا غادي نكتبو هاد الحروف هادو أحبتي الصغار. إذا نبداو بحرف النون، إذا عندنا نا، نا بهذا الشكل، إذا نا، جميل. إذا نعاود نكتبو نا ثم نا ثم نا بهذا الشكل. إذا نقراوهم، إذا نقراو معايا نا 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 نا، جميل. إذا هنا عندنا كلمة سانون، 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 إذا نكتبوها هنا هنا وهنا، يعني ثلاثة ديال المرات. إذا نتبعو معايا، نكتبو سا نو نون، سانون، بهذا الشكل، نتوما بشوية عليكم تتكتبوه. إذا سانون، إذا سانون بهذا الشكل أحبتي الصغار. إذا نقرأ سانون، 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 سانون. إذا دابا غادي نمشيو لحرف العين، هنا عندنا عو، إذا غنكتبو حرف العين بماذا؟ بالضمة، إذا جميل هذا الشكل هذا، إذا عو هذا الشكل. غتبعو هاد الكتابة اللي بالرمادي ومن بعد غتكتبو فوق حدا النقطة، إذا عو هذا الشكل، إذا أحسنتم، جميل أحسنتم. إذا دابا نقراو هاد الحرف هذا اللي كتبناه، إذا عندنا عو 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 عو، جميل. إذا هنا عندنا كلمة فيها حرف العين، نعناع، 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 إذا نكتبوها، إذا نعناع بهذا الشكل، إذا نتوما بشوية عليكم تتكتبوه، إذا نعناع، ما تنساوش الشكل، إذا نا نا عن بهذا الشكل. إذا نقراو الكلمات اللي كتبنا، إذا نعناع، 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 جميل. إذا أحسنتم أحبتي الصغار. إذا دابا غادي نمشيو تمرين الموالي. إذا السؤال شنو كيقول؟ أكتب أمام كل جملة الكلمة المناسبة. إذا عندنا كلمات رمانا،
وعندنا عسل وعندنا العنم. اذا نعاود عندنا هذه الكلمات هذو رمانا وعندنا عسل وعندنا العلم. جميل. وهنا عندنا جمل في هذا الفراغ هذا في هذه النقط غنكتبوا وحده من هذو، كل جمله غنكتبوا ليها وحده. عندنا ثلاثه ديال الجمل وعندنا ثلاثه ديال الكلمات. اذا رفع البنون والبنات، اذا نعيد رفع البنون والبنات. واش غنقولوا؟ رفع البنون والبنات رمانا، او غنقولوا رفع البنون والبنات عسل، او غنقولوا رفع البنون والبنات العلم. اذا غنقولوا رفع البنون والبنات العلم. اذا اكتبوا العلم العلم. جميل، بهذا الشكل. جميل. دابا نمشيو جمله مواليه. عصر عبد اللطيف رمانا او عسلا. اذا رمانا، اذا عصر عبد اللطيف رمانا. اذا غادي نكتبوا رمانا، تن رمانا بهذا الشكل هذا احبتي الصغار. هنا عندنا فطوري عسل ولبن طري. اذا حيت بقات لينا عسل، اذا فطوري عسل ولبن طري. اذا غادي نكتبو كلمه عسل. اذا عسل. اذا غنعاودو نقراو هاد الجمل هادو اللي كتبنا، قراو معايا. رفع البنون البنون والبنات العلم. نعاودو. رفع البنون والبنات العلم. جميل. اذا الجمل المواليه. عصر عبد اللطيف رمانا. نعاودو. عصر عبد اللطيف رمانا. الجمله الاخيره. فطوري عسل ولبن طري. فطوري عسل ولبن طري. احسنتم احبتي الصغار. اذا اصدقائي الاطفال بهكا كنكونوا سالينا الحصه ديال اليوم. ما تنساوش اللي ما اشتركش يشترك في القناه، فعلوا زر الجرس. ما فهمتوا شي حاجه خليوها لي في بلاصه تعليق. اذا دمتم في رعايه الله حتى الحصه المجيه ان شاء الله.